أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس. اليوم لدينا درس بعنوان جمع المئات لمادة الرياضيات للصف ثاني ابتدائي. فهيا بنا أعزائي الطلاب نتعلم اليوم جمع المئات باستعمال الحقائق الأساسية والحساب الذهني. فهيا بنا للنشاط التالي: أستعمل حقائق الجمع لأجمع المئات، أجد ناتج 300 زائد 400. إذا كان لدي أعزائي الطلاب 300، إذن هذه تمثل 300، ثلاثة أطباق، الطبق الواحد يمثل 100، إذن لدي 300 زائد، إذن نكتب زائد، ولدي هنا يا أبطال 400، أحسنتم، إذن نضع أربعة أطباق، الأربعة أطباق يا أبطال، الطبق الواحد يمثل 100، إذن لدي 400، أحسنتم، إذن سأجمع الآن يا أبطال 300 مع 400، 3 يا أبطال زائد الأربعة كم تساوي؟ ممتازين، تساوي 7، وبما أننا نجمع المئات إذن نقول 700، أحسنتم، إذن أعرف أن 3 زائد 4 تساوي 7. حقيقة الجمع هذه يا أبطال تساعدني كثيرا في جمع المئات. فإذا أردت نجمع المئات يا أبطال فإنني أقول 300 زائد 400 يساوي. الآن أستخدم يا أبطال حقائق الجمع التي درسناها، ونلاحظ أن العدد في المئات هنا كم يا أبطال؟ 3، أحسنتم، والعدد في المئات هنا 4. إذا أردت نجمع المئات يا أبطال فإنني أجمع فقط العدد الموجود في منزلة المئات وأكتب الأصفار كما هي. إذن لدي يا أبطال هنا في المئات 3 وفي المئات هنا 4، نجمعها سويا، 3 زائد 4 كم تساوي؟ 7. إذن 300 زائد 400 تساوي 700، أحسنتم. إذا أردنا يا أبطال أن نجمع المئات فإنني أستخدم حقائق الجمع وأجمع العدد الموجود في المئات مع العدد الموجود في المئات في العدد الثاني، ويكون الناتج هو حاصل جمع العددين في منزلة المئات. ونلاحظ هنا يا أبطال أن 300 زائد 400 يساوي 700، أحسنتم. جمعنا الثلاثة يا أبطال مع الأربعة فأصبح الناتج 7 والأصفار كما هي، إذن الناتج يكون 700، أحسنتم. ننتقل الآن للمثال الأول: أجد ناتج الجمع 600 زائد 100 يساوي. الآن يا أبطال لدي مئات، العدد الأول 600 والعدد الثاني 100، وإذا أردنا أن نجمع المئات فإنني أستخدم حقائق الجمع. الآن يا أبطال نجمع العدد في منزلة المئات، ممتازين، كم العدد الآن يا أبطال في منزلة المئات؟ 6، ممتازين، والعدد هنا 1، أحسنتم. الآن نجمع الستة مع الواحد كم تصبح؟ 7، ممتازين، إذن 600 زائد 100 يساوي 700. نلاحظ يا أبطال أن منزلة المئات هي حاصل جمع الأعداد الموجودة في منزلة المئات هنا وهنا، 6 زائد 1 كم يساوي؟ 7، والأصفار كما هي، إذن الناتج 700، أحسنتم. نأخذ مثال آخر: 300 زائد 300. الآن يا أبطال أجمع الأعداد الموجودة في منزلة المئات، لدي هنا 3، أحسنتم، ولدي هنا 3، 3 زائد 3 6، أحسنتم، إذن 300 زائد 300 كم تساوي؟ 600، أحسنتم. الستة يا أبطال عبارة عن جمع الثلاثة مع الثلاثة والأصفار كما هي، إذن الناتج 600، أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الأول: أجد ناتج الجمع 200 زائد 300. ماذا أفعل يا أبطال إذا أردت جمع المئات؟ أحسنتم، أجمع الأعداد التي في منزلة المئات. إذن أستعمل يا أبطال حقائق الجمع التي درستها
وأوجد جمع المئات. الآن نجمع الاثنان يا أبطال مع الثلاثة. اثنان زائد ثلاثة كم تساوي؟ خمسة. أحسنتم. وبما أننا نجمع مئات يا أبطال، إذن يكون الناتج 500. ممتازين. إذن 200 زائد 300 يساوي 500. ممتازين. نأخذ مثال آخر، 700 زائد 200. الآن يا أبطال سنجمع هذه المئات. إذا أردنا أن نجمع المئات ماذا نفعل؟ أحسنتم، نجمع الأعداد التي في منزلة المئات. هنا 7 وهنا 2. ممتازين. 7 زائد 2 كم تساوي؟ 9. أحسنتم. وبما أننا في منزلة المئات يصبح الناتج 900. ممتازين. إذن 700 زائد 200 يساوي 900. أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الثاني. أجد ناتج الجمع 200 زائد 100. الآن نجمع الأعداد يا أبطال التي في منزلة المئات. ممتازين. منزلة المئات دائما يا أبطال هي المنزلة الثالثة. هذه المنزلة الأولى الآحاد، المنزلة الثانية العشرات، المنزلة الثالثة المئات. إذن العدد في منزلة المئات 2، وهنا العدد في منزلة المئات 1. 2 زائد 1 كم يساوي؟ 3. أحسنتم. وبما أن في منزلة المئات، إذن يكون الناتج كم يا أبطال؟ 300. أحسنتم. إذن 200 زائد 100 يساوي 300. وإذا أردنا أن نجمع بطريقة أخرى يا أبطال، فإننا نقول 0 زائد 0 كم يساوي؟ 0. و0 زائد 0 كم يساوي؟ 0. و2 زائد 1 كم يساوي؟ 3. إذن الناتج يكون 300. ممتازين. نأخذ مثال آخر، 400 زائد 300. الآن ما هو الرقم الذي في منزلة المئات في هذا العدد؟ 4. ممتازين. وما هو الرقم يا أبطال في هذا العدد في منزلة المئات؟ 3. الآن نجمع الأربعة مع الثلاثة. 4 زائد 3 كم يساوي يا أبطال؟ 7. أحسنتم. وبما أننا نجمع مئات فإن الناتج يكون 700. ممتازين. إذن 400 زائد 300 يساوي 700. ممتازين. ننتقل الآن للمثال الثاني. مع هند 700 ريال، إذا أعطاها أخوها 200 ريال أخرى، فكم ريال يصبح معها؟ الآن كم مع هند يا أبطال؟ ممتازين، 700 ريال. كم أعطاها أخوها؟ 200. إذن المبلغ الذي مع هند زاد أم نقص يا أبطال؟ ممتازين، زاد. إذن نقول زائد. كم أعطاها أخوها؟ 200. أحسنتم. إذن نقول 700 زائد 200. وإذا أردنا أن نجمع المئات يا أبطال، فإنني أجمع الأرقام التي في منزلة المئات. ما هو الرقم الذي في منزلة المئات في هذا العدد؟ 7. أحسنتم. وهنا 2. ممتازين. الآن أجمع 7 مع 2. إذن 7 زائد 2 تساوي 9. والتسعة يا أبطال تكون في منزلة المئات كم قيمتها؟ ممتازين، 900 ريال. إذن مع هند يا أبطال 900 ريال. ممتازين. ننتقل الآن للتدريب الثالث. أجد ناتج الجمع 200 زائد 500. الآن يا أبطال سأجمع المئات هذا وسأوجد الناتج. كم المئات في هذا العدد؟ 2. أحسنتم. وكم المئات في هذا العدد؟ 5. أبطال، 2 زائد 5 كم يساوي؟ 7. أحسنتم. وبما أن في منزلة المئات يصبح الناتج 700. ممتازين. إذن 200 زائد 500 يساوي 700. أبطال. نأخذ مثال آخر، 400 زائد 400 كم يصبح الناتج أعزائي الطلاب؟ أبطال، يصبح الناتج 800. جمعنا الرقم في منزلة المئات هنا مع الرقم الموجود في منزلة المئات هنا، 4 زائد 4 يصبح 8. أحسنتم. إذن الناتج يا أبطال 800. ممتازين. ننتقل الآن للتدريب الرابع. أجد ناتج الجمع 100 زائد 800. كم يصبح الناتج يا أبطال في هذا السؤال؟
ممتازين، يصبح 900. ماذا فعلنا يا أبطال؟ أحسنتم، جمعنا الرقم الموجود في منزلة المئات هنا وهو الواحد مع الثمانية وأصبح 9. وبما أننا نجمع المئات إذن الناتج يكون 900. أحسنتم. نأخذ مثال آخر، 500 زائد 300، كم يكون ناتج هذا السؤال يا أبطال؟ أحسنتم، 800. نجمع الخمسة مع الثلاثة يا أبطال تصبح 8، وبما أننا نجمع المئات إذن الناتج 800. أحسنتم. ننتقل الآن لسؤال التقويم الأول، عدد الطلاب في مدرستي 400 طالب، وعدد الطلاب في مدرسة أخي 400 طالب أيضا، فإن مجموع الطلاب في المدرستين يساوي، هل يساوي يا أبطال 800 طالب أم يساوي 900 طالب؟ الآن نجمع وننظر أي الإجابة صحيح. كم عدد الطلاب في مدرستي؟ 400. أحسنتم. زائد كم عدد الطلاب في مدرسة أخي؟ 400 أيضا. الآن يا أبطال سنجمع 400 مع 400. الآن كيف أجمع هذه المئات يا أبطال؟ أحسنتم، نجمع الأرقام التي في منزلة المئات. الآن نجمعها، كم هنا؟ 4، وكم هنا يا أبطال؟ 4. 4 زائد 4 كم تصبح؟ 8. أحسنتم، وبما أننا نجمع المئات فإن الناتج يكون 800. ممتازين. إذن الإجابة الصحيحة يا أبطال هل هي ألف أم باء؟ ألف. أحسنتم. ننتقل الآن لسؤال التقويم الثاني، أوجد ناتج الجمع 800 زائد 100، كم يساوي يا أبطال ناتج الجمع في هذا السؤال؟ ممتازين، 900. كيف أوجدنا يا أبطال هذا الناتج؟ أحسنتم، جمعنا الرقم الموجود في منزلة المئات مع الرقم الموجود في منزلة المئات في العدد الثاني وأصبح الناتج 8 زائد 1 يساوي 9، وبما أننا نجمع المئات فإن الناتج يكون 900. أحسنتم. نأخذ مثال آخر، 200 زائد 300 يساوي كم يكون الناتج أعزائي الطلاب في هذا السؤال؟ ممتازين، 500. جمعنا الاثنان يا أبطال مع الثلاثة فأصبح 5، وبما أننا نجمع المئات فإن الناتج يكون 500. أحسنتم. ننتقل الآن لسؤال التقويم الثالث، أوجد ناتج الجمع 700 زائد 200، كم يكون الناتج أعزائي الطلاب في هذا السؤال؟ إجابة صحيحة، 900. كيف أوجدنا يا أبطال 900؟ ممتازين، جمعنا السبعة يا أبطال في منزلة المئات مع العدد 2 وأصبح الناتج 900. أحسنتم. نأخذ مثال آخر، 200 زائد 200 كم يكون ناتجها؟ 400. أحسنتم، جمعنا يا أبطال الاثنان في منزلة المئات مع الاثنان أيضا في منزلة المئات وأصبح الناتج 4، وبما أننا نجمع المئات فإن الناتج يصبح 400. أحسنتم. تعلمنا أعزائي الطلاب اليوم جمع المئات باستعمال الحقائق الأساسية والحساب الذهني، فإذا أردنا أن نجمع المئات يا أبطال فإنني لابد أن أعرف أن أعداد المئات تتكون من ثلاثة أرقام، وأن الرقم الثالث على اليسار هو رقم المئات. المئات يا أبطال تتألف من ثلاثة أرقام، والرقم الثالث على اليسار هو منزلة المئات، هذه المنزلة الأولى وهذه المنزلة الثانية وهذه المنزلة الثالثة. إذن المئات هنا يا أبطال 7. وكذلك أعزائي الطلاب عند جمع المئات نستخدم حقائق الجمع لكي نوجد الناتج. إذا أردنا أن نجمع عدد مع 700 يا أبطال مثلا وليكن 100، فإنني أستخدم حقائق الجمع التي درسناها لأوجد جمع المئات، فأجمع الرقم الموجود في منزلة المئات في العدد الأول مع الرقم الموجود في منزلة المئات في العدد الثاني ويكون الناتج بالمئات. الآن أجمع 7 زائد 1 كم يساوي؟ 8. أحسنتم، وبما أننا نجمع المئات فإن الناتج يكون 800. إذن أعزائي الطلاب منزلة المئات دائما تكون على اليسار وهي منزلة الثالثة، وإذا أردنا أن نجمع المئات فإنني أنظر إلى الرقم الموجود في منزلة المئات وأجمعه مع الرقم الموجود أيضا في منزلة المئات في العدد الآخر
ويكون الناتج بالمئات فيصبح 700 زائد 100 يساوي 800. أحسنتم. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.